حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين. أن مشاهدينا تلبية لدعوة الرسمية، وصل رئيس الوزراء العراقي على رأس وفد رفيع المستوى إلى إيران صباح الثلاثاء للتباحث في عديد من الأمور والجهود المشتركة بين البلدين. قضايا الأمن والاقتصاد وتعزيز الدور هي أبرز الملفات على طاولة المباحثات الثنائية، فعناوين الاتفاق كثيرة، لكن في الصدارة أمن البلدين والتبادل المشترك في المعطيات التي تساعد في تحجيم دور المجموعات الإرهابية والانفصالية على الحدود الإيرانية والقضاء عليها. وهذه المنفعة لم تقتصر على الأمن فحسب، بل وبتأكيد قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي، أن تقدم العراق وبلوغه المكان السامية يعود بالفائدة على الجمهورية الإسلامية. غير أن ملف الوساطة العراقية ودورها في إرساء الاستقرار في منطقة غرب آسيا لها حيز في أجندة الزيارة. أما في ملفنا الثاني لحصاد ليلة مشاهدينا، ومع تأكيد رئيس الوزراء أن ملف إنجاز المستشفيات ومشاريعها المتلكئة يشكل أولوية في المنهاج الوزاري، وأن الحكومة ومن موقع المسؤولية عازمة على إيجاد الحلول السريعة والمناسبة ضمن سقوف زمنية محددة وواضحة، وهذا ما بدأ فعليا من توجيه وزارة التخطيط بمواصلة لجنة إنجاز المستشفيات المتوقفة أعمالها ووجوب إعادة النظر بالمكاتب الاستشارية ودوائر المهندس المقيم في هذه المشاريع، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وضمان الإنجاز لهذه المشافي التي تمثل قيمة تنموية واقتصادية وصحية وخدمية مضافة. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة ونرجو أن تبقوا معنا. إذن مشاهدينا، الأمن والتجارة والتبادل في كثير من المحاور هي أبرز الملفات التي بحثها رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته إلى طهران ولقائه عدد من قيادات الجمهورية الإسلامية. هذه الزيارة تأتي ضمن جولة خارجية لرئيس الوزراء، مؤكدا فيها على نقاط عدة جميعها تصب في التعاون المشترك، وهذا ما بدا واضحا أيضا في تطلعات الرئاسة الإيرانية. فنتابع. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام مباشرة بالصوت والصورة. عضو تحالف الفتح السيد علي الزبيدي، أهلا بكم سيد علي، وكذلك ترحيب برئيس مركز القمة للدراسات السيد حيدر عرب الموسوي، وأيضا الترحيب بالباحث بالشأن السياسي الإيراني السيد صالح القزويني ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من طهران. أهلا بكم، ونبدأ معكم سيد علي الزبيدي بداية بعد متابعة تفاصيل هذه الزيارة والملفات المعلنة لمناقشتها، ما مدى أهمية هذه الزيارة بهذا التوقيت تحديدا مقابل هذه الملفات؟ أحييك أولا أستاذ بشار، وأحيي جميع مشاهدي قناتكم الكريمة، وأتمنى أن يكون لقاءنا هذه الليلة لقاء مفيد ويسلط الأضواء على زيارة السيد السوداني للجمهورية الإسلامية. حياك الله. نعم. طيب سألتك عن مدى أهمية هذه الزيارة سيد علي بهذا التوقيت تحديدا حسب الملفات المعلنة لمناقشتها ما بين الطرفين. دعنا نسمي هذه الزيارة هي زيارة تمتين العلاقة مع الجمهورية الإسلامية أولا، ولتطويق أزمة تكاد أن تكون في الأيام المقبلة لما شهدته الجمهورية الإسلامية من تعدي من أطراف انفصالية ومنوعة لسياسة الجمهورية الإسلامية الحقيقة، تنطلق من هذا المثلث في كردستان، المثلث التركي الإيراني العراقي،
الحقيقة آوى هذا المثلث في السنوات الماضية الكثير من الانفصاليين كحركة كومولو وغيرها. هذه الحركات الانفصالية بدأت تؤذي الجمهورية الإسلامية وبدأت بالاعتداء على السياسات الداخلية للجمهورية الإسلامية، وكذلك الحقيقة بدأت تضر بالأمن والاستقرار المجتمعي في الجمهورية الإسلامية. طيب. والعراق آل على نفسه منذ بدء العلاقة مع الجمهورية الإسلامية وبعد سقوط الطاغية ألا تكون الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على جيرانها، وبالأخص الجمهورية الإسلامية التي وقفت موقفا الحقيقة يشار له من بين دول الجوار عندما تعرضنا لأزمات كثيرة في الماضي كأزمة داعش والأزمات الاقتصادية وأزمة الكهرباء. الحقيقة هذه الأزمات كانت الجمهورية الإسلامية سباقة في دعم العراق بالدعم اللوجستي والدعم المعنوي والدعم العسكري من ناحية الخبرات ومن ناحية الأسلحة التي الحقيقة امتنعت كثير من الدول من تزويد العراق لهذه الإمكانات التي تمكن العراق من خلالها أن يحارب الإرهاب في على أراضيه الذي هجم عليه بمساعدة بعض الدول الجوار. للأسف هذه الدول تدعي أنها لها روابط مع العراق ولكن كانت ترسل لنا الإرهابيين بالجملة، وسجوننا الآن مليئة بهؤلاء الإرهابيين. نتمنى أن تصحو هذه الدول وأن لا تعامل العراق بهذه الطريقة. نرحب بك مرة أخرى سيد حيدر. بداية قضية الملف الأمني المشترك ما بين البلدين، كما ذكر سيد علي وجود الجماعات إرهابية، جماعات انفصالية على الحدود الإيرانية سببت مشاكل ربما للجمهورية الإسلامية التي قدمت مساعدات عسكرية للعراق في أوقات سابقة. بالمقابل يعني وجود هذه الجماعات اللي تشكل خطر على الجارة إيران، إلى أي درجة يعني يشكل هذا إحراج للعراق ولحكومة السوداني، وكيف ستتعامل الحكومة مع هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لك أخي وزميلي أستاذ بشار، قناتكم ومشاهديكم ومتابعيكم الكرام، ضيفيك الكريمين. بطبيعة الحال نعم، أن الملف الأمني من أهم حقيقة الملفات التي حقيقة شغلت الجانبين، ما كان الجانب العراقي أو الجانب الإيراني. شاهدنا في الفترة الماضية عندما كان العراق عرضة إلى هجمات داعش أو هجمات تنظيم القاعدة، كان الجهة الوحيدة التي ساندت ودعمت حقيقة الدولة العراقية الجمهورية العراقية جمهورية إيران الإسلامية، وبالتالي كانت خير أخ وشقيق إلى الدولة العراقية ومدتها بالسلاح والعتاد وحتى بالرجال في هذه القضية. الآن نشاهد أن العملية معكوسة، هنالك تهديد للداخل الإيراني وكذلك تهديد للحدود الإيرانية، لربما جزء من هذا التهديد خرج من الحدود العراقية وتحديدا الحدود الشمالية العراقية. وبالتالي بطبيعة الحال نعم، الحكومة العراقية تسعى وتأمل من خلال تشكيل حكومة جديدة بقيادة السيد السوداني أن يكون العراق منطقة استقرار ومنطقة إشعاع لهذا الاستقرار وفرض للأمن في جميع هذه المنطقة. أكيد هذه الزيارة سوف تتناول الملف الأمني، كيفية التعامل مع هذه العصابات الموجودة على الحدود العراقية المشتركة ما بين العراق وإيران، وكيفية التعامل معها باعتبار هنالك بعض الحقيقة المناطق والبؤر التي لربما هنالك بعض الشبهات أو بعض الأمور والعلاقات التي تربط حكومة إقليم كردستان أو بعض الشخصيات بهذه المجاميع، أو حقيقة هذه المجاميع موجودة على أراضي إقليم كردستان وبالتالي هذه الأرض هي جزء من الأرض العراقية، وبالتالي هذه الإجراءات نعم هي تحرج الحكومة العراقية باعتبار لا تستطيع الرد أو لا تستطيع التعامل بشكل واضح وإيجابي في هذه القضية. إذن هذا اللقاء سوف طيب بالنسبة لدور إقليم كردستان، هل سيكون هناك تنسيق أو تعاون من قبل الإقليم أو تعاطي مع الحكومة المركزية للتعاون مع ملف هذه الجماعات؟ التحديات كبيرة على الحكومة المركزية الحالية، إذ ما أرادت حكومة إقليم كردستان أن تستطيع أو أن تجعل هذه المنطقة منطقة استقرار وأمن، باعتبار كنا سابقا ننظر إلى هذه المنطقة على أنها منطقة آمنة يهواها ويذهب لها الكثير من السياح، وكذلك أيضا الخط التجاري المرتبط بهذه المنطقة. في عام 2018 كانت نسبة التبادل التجاري في منفذ واحد ومنفذ إبراهيم الخليل وصلت إلى 6 مليار دولار، وبالتالي هذه الأراضي إذ ما هددت حقيقة سوف تنعكس بشكل سلبي على الإيرادات المالية لمنطقة إقليم كردستان وبالتالي إلى الحكومة العراقية.
أنا أعتقد من الضروري أن تتعامل وأن تتفاعل نعم. حكومة إقليم كردستان مع الحكومة المركزية من أجل السيطرة ومنع حقيقة انطلاق هكذا عمليات إرهابية طيب. باتجاه جيران العراق. نرحب بك مرة أخرى سيد صالح من طهران. أهلا بك سيد صالح. وأود أن أسألك يعني إيران هل كانت فعلا لديها النية بتحرك عسكري تجاه أي جماعات مضادة للجمهورية الإسلامية موجودة في إقليم كردستان أو الأراضي العراقية؟ هل هناك مصداقية لهذه الأنباء التي تحدثت عن نية الجمهورية بتحرك عسكري ودخول جيش أو قوات إيرانية إلى الحدود العراقية في شمال العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك يا كريم ولضيفك ولحاضر وللمشاهدين، حياك الله. في الحقيقة الواقع شئنا ما بين يعني القصف الإيراني على الجماعات الانفصالية الجماعات الإرهابية في كردستان نعم يلقي من ظلاله على هذه الزيارة أن البعض الذين يصيدون في الماء العكر ولا يريدون الخير للعراق ولا للمنطقة ولا يريدون الخير وعلاقات متينة بين بلدين الجارين، لا شك أنهم يثيرون هذا التساؤل أنه في الوقت الذي تقصف إيران العراق فإن رئيس وزرائها يذهب ويزور الجمهورية الإسلامية في إيران، يثيرون مثل تساؤلات. بطبيعة الحال كما قلت أن هذه القضية تلقي بظلالها على هذه الزيارة، ولكن إيران تثمن وتضع في حسبانها وتولي أهمية بالغة لهذه الزيارة، وذلك لأنها تعتبر هذه الزيارة الأولى لمسؤول كبير هذا المستوى الجمهورية الإسلامية في إيران منذ 3 أشهر. 3 أشهر وهناك ضخ إعلامي واسع كبير وضخ سياسي للجمهورية الإسلامية في إيران لما شهدته من الأحداث والاحتجاجات والظروف الداخلية. كانت المطالبات بمقاطعة إيران بفرض عزلة على إيران بمثل هذه، وفرضت بعض العقوبات على إيران. فتأتي هذه الزيارة للجمهورية الإسلامية بهذا المستوى، بلا شك أنها تعتبرها إيران خطوة مثالية وخطوة بالغة الأهمية. طيب سيد صالح، ملفات عديدة وكلها مهمة يمكن تم التباحث بها بهذه الزيارة، لكن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران هل ساهمت بإيجاد وجهة نظر مشتركة ما بين طهران وبغداد للتعامل مع ملف الإرهاب تحديدا؟ بالتأكيد أنا أعتقد أنه إيران لا تود بتاتا ولا تريد بتاتا يعني وصول الأمور إلى هذا المستوى، مستوى التعامل ومعالجة هذه القضية، وجود الانفصاليين ووجود الإرهابيين في شمال العراق بهذه الطريقة بطريقة القصف أو التعامل العسكري، ولكن اضطرت إلى ذلك. وإيران تعلم جيدا، تعلم أن مثل هذه القضايا يمكن أن تؤثر وتترك تداعيات ربما خطيرة على العلاقات البلدين التي تشهد ازدهارا ونمو وتقاربا كبيرا. لذلك فإن إيران تدرك بشكل كبير أن هذه القضايا وتود أن لا تصل الأمور إلى هذا الحد، تود أن يكون هناك العراق هو العراق الذي تحدث عنه أغلب المسؤولين سواء كانوا في بغداد أو في كردستان، لأنهم لن يسمح بأن يكون العراق مع ومحل الأمن الإيراني، ولكن شهدنا غير ذلك. فبالتأكيد أنه عندما يتوصل البلدان إلى نقاط مشتركة إلى تفاهم، وهذا تريده إيران، تريد أن تتفاهم مع العراق في هذا الموضوع، في قضية وجود الانفصاليين، وجود أولئك الذين يهددون الأمن القومي الإيراني. تعلمون أن إيران
قضية الأمن القومي لديها وقضية سيادتها، هذا خط أحمر لا تسمح به ولا تتجمل به مع أي عقل، حتى مع أقوى دولة. رأيتم أنها تتعامل مع الولايات المتحدة مع وجود القطاعات البحرية الأمريكية في المياه، كيف أنها تواجهها بقوة وبصلابة عندما تريد يعني انتهاك السيادة الإيرانية. بالتالي طيب. إيران ترد إيجاد حل توافقي بينها وبين العراق لكي لا تتكرر القضية، لكي لا تصير إلى 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 قصف المواقع هذه. هذه جزء من العراق، جزء من أرض العراق، وإيران لا تريد أن تصل الأمور لهذا لهذا المنطقة، ولكن الأمر لا واضح انما على اراده العراق. طيب سيد صالح، اعتقد انه تم التوصل وتم الاتفاق على هذا الموضوع من خلال ما طرحته ايران، ضروره تجريد هذه الجماعات من اسلحتها وضبط تحركاتها ومنعها من تهديد الامن الايراني. واضح. أود لك سيد علي الزبيدي، ملف الاقتصادي ما بين الجمهورية الإسلامية والعراق لا يقل أهمية عن الملف الأمني، لكن الحكومة الحالية لديها رغبة واضحة بتوسيع العلاقات الاقتصادية، ربما يوجد لديها هدف لإيصال التبادل الاقتصادي حتى 20 مليار دولار، لكن المقاومات الحالية المتوفرة لدى البلاد ورغبة الحكومة الحالية تتوافق معها بتحقيق هذا الهدف؟ الحقيقة أود أن أضيف على ما تفضل به ضيفيك الكريمين حول التطابق وجهات النظر في مكافحة الإرهاب والجماعات الانفصالية. كما جاء على لسان وزير الخارجية الإيراني السيد عبد اللهيان، حقيقة هناك تشكلت رؤية مشتركة بين العراق وإيران، وكذلك هذا التعاون جزء كبير منه يقع على مسؤولية حكومة الإقليم، وهو تعاون بين قوات الحدود وقوات البيشمركة لضبط الحدود عسكريا. نعم. جوابا على ردا على سؤالك الكريم، العلاقات الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية علاقات مهمة جدا، وهذا الملف ملف مهم جدا، يصل بعض الأحيان إلى 30 مليار دولار سنويا، بين 20 إلى 30 مليار دولار كما تفضلتم. هذا الملف الحقيقة يشمل الكهرباء ويشمل البضائع التي يحتاجها المواطن العراقي، وهذا التبادل التجاري الحقيقة بدأ ينحى منحا تصاعديا في السنوات الأخيرة، بحيث أن الجمهورية الإسلامية الحقيقة بالنسبة للمواطن العراقي الجمهورية الإسلامية هي الأنسب من تصدير البضائع. لأن أيضا سيد علي، الجمهورية الإسلامية لديها مشاكل اقتصادية كبيرة بسبب العقوبات وغيرها، كما يعاني العراق من هذه المشاكل الاقتصادية، يمكن إيجاد يعني أهداف مشتركة ما بين البلدين للتوصل إلى صيغة بتكامل اقتصادي بالمستقبل؟ نعم، هذا الحقيقة ما أردت بيانه. الجمهورية الإسلامية ما تعانيه من حصار، أمريكا حاولت أن تسد الغرب على إيران، لكن إيران بذكائها السياسي فتحت الشرق، فتحت روسيا والصين ودول القوقاز. إيران لا تعيش حصارا كما كان العراق يعيش حصارا. إيران الآن لديها قدرات كبيرة، قدرات عسكرية، قدرات لوجستية، قدرات صناعية في مختلف المجالات. إيران تمكنت في 30 سنة 40 سنة الماضية بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية من تقدمها الصناعي في مجالات كثيرة لا يتسع المجال الآن لذكرها. ولكن إذا أردنا أن نوضح هذه العلاقة مع العراق، الحقيقة هي علاقة جيدة، علاقات ممتازة. العراق يود أن يوازن هذه العلاقة. بالنسبة للمحتل الأمريكي، المحتل الأمريكي الحقيقة لا يروق له أن تكون العراق علاقات جيدة مع الجمهورية الإسلامية، ولكن العراق بسياسته الوسطية وسياسته المعتدلة حاول أن تكون له علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وعلاقات جيدة مع الجمهورية الإسلامية، وهذه الحقيقة هي الحنكة السياسية التي سار عليها السيد المالكي ومن بعده رؤساء الوزارات الآخرين،
وانا اعتقد السيد السوداني سينحى نفس هذا المنحى. نعم. في توازن العلاقه بين الامريكي وبين الجمهور الاسلاميه. طيب سيد حيدر، توسيع عقود الغاز والكهرباء اللي العراق يعني مستورد رئيسي للغاز والكهرباء من الجمهورية الإسلامية، توسيع هذه العقود بالوقت الحاضر هل سيسهم بتحقيق النجاح بتطبيق البرنامج الحكومي الخدمي؟ بطبيعة الحال إذا ما سلطنا الضوء على هذه القضية، العراق يحتاج إلى فترة زمنية معينة من أجل أن يعتمد على نفسه في هذه القضية. نعم. وبالتالي هو يحتاج إلى استيراد الكهرباء واستيراد الغاز، وإذ ما قارنا حقيقة الأسعار التي تقدمها الجمهورية الإسلامية إلى العراق من خلال تصديره للغاز وكذلك الكهرباء هي أرخص حقيقة من قريناتها إذا ما قارناها بالغاز الخليجي أو الغاز في من مناطق أخرى أو استيراد الكهرباء من الأردن أو من مصر باعتبار هنالك دعوة للربط الخليجي أو الربط العربي. وبالتالي أنا أعتقد الاعتماد على الجارة إيران في هذه القضية سوف يعطي تعزيزا باعتبار هذه المبالغ هي مبالغ رخيصة أو الاستيراد بهذا الموضوع هو استيراد رخيص، وبالتالي أيضا يعطي تعزيزا لديمومة نجاح البرنامج الحكومي العراقي، وبالتالي أيضا هذه القضية تدعم باعتبار الاقتصاد العراقي اقتصاد ناشئ، تدعم أيضا الأفكار التي قدمتها الحكومة العراقية من خلال برنامجها الواعد بالضرورة بالنهوض بالواقع بصناعة الكهرباء وكذلك بإنتاج الغاز. إذن نحن نحتاج هذه المعونة ونحتاج هذا التعاون من الجارة الإسلامية، وكذلك أيضا هذا ينطبق بشكل واضح جدا على المخطط الذي وضعته الحكومة العراقية لتطبيق برنامجها الحكومي الحالي. نعم. سيد صالح، أعود لك مرة أخرى، بالنسبة لأحد المحاور الرئيسية للعلاقات العراقية الإيرانية ربما تم التباحث حولها في هذه الزيارة الأخيرة، لكن محور يتعلق بسكة حديد خرم شهر البصرة الذي سيمتد إلى محافظة الأنبار ويصل إلى الموانئ السورية على البحر المتوسط بعد دخول الأراضي السورية عبر محافظة دير الزور. التقارب العراقي الإيراني في هذه الزيارة وكذلك في الكثير من الخطابات الرسمية الأخرى، هل سيسهم فعلا بتحقيق هذا المشروع الذي يعتبر كبير بالنسبة للعراق كما للجمهورية الإسلامية وجارة سوريا؟ طبعا لا شك أنه إيران يعني أثبتت وبرهنت أنها لا تريد سوى الخير للعراق، وخاصة أعتقد أنه أشار إلى ذلك سماحة السيد القائد في لقائه مع رئيس الوزراء العراقي محمد الشجاع السوداني. أعتقد أنه أجاب بصورة غير مباشرة عما يتحدث به البعض أنه إيران لا تريد الخير للعراق، لا تريد التقدم للعراق، لا تريد أن يكون العراق دائما متخلفا محتاجا لها، لا أكثر لواقع إيران. وما جاء على كلام ترى أنه قوة العراق من قوتها، ترى أنه تقدم العراق من تقدمها، وبالتأكيد أن وحكة العراق والمشاكل التي يعاني منها العراق بالتأكيد أنها تؤثر على إيران، وهذا واضح. يعني عندما يكون العراق غير مستقر فإن ذلك ينعكس بشكل مباشر على إيران. رأيتم كيف أنه عندما احتلت داعش العراق وجزء من العراق موصل وما قيل ترك العراق إلى ذلك، لأنها تعلم أنه وجود داعش في العراق يؤثر على أمنها يؤثر على وضعها. بالتالي ما تفضلت به من هذه المشاريع الدمائية قضية الربط بين إيران وسوريا وسائر المنطقة، هذا ما تطمح إليه إيران، هذا ما تريد أن تنفذه إيران، ولكن للأسف الشديد غالبا ما تواجه مثل هذه المشاريع غالبا ما تواجه هذه المشاريع بلاءات غربية وخاصة بلاءات أمريكية. حتى قيل أنه الذي أسقط حكومة عادل عبد المهدي هو زيارته
ووجهته الى البرلمان واعاده العلاقات العراقيه السوريه. بالتالي بالتاكيد هناك من لا يريد ذلك، من لا يريد ان يتحرك العراق وفق منظومته وفق سياستي. وايران بالتاكيد تدرك ذلك، يعني ايران طيب. لا تريد سياسه واضح سيد صالح، لكن اود ان اختم معك بسؤال اخير اذا تسمح لي وعذرا لضيق الوقت. قضيه الاستقرار في العراق مرتبطه بالاستقرار بالمنطقه، في منطقه غرب اسيا وشمال افريقيا بشكل كبير. العراق يتطلع لاستمرار المفاوضات الإيرانية السعودية كما مع الأردن ومصر، هل ستتعاطى الجمهورية مع دور الوساطة العراقي؟ بالتأكيد إيران طبعا عندما توافق إيران على هذه الوساطة فإنها يعني أنه تنظر للعراق بنظرة استراتيجية وتعتقد أنه العراق قادر القيام بمثل هذا الدور وبمثل هذه الوساطة. وبالفعل نجح العراق، يعني نجح في الوقت الذي الكثير من البلدان، يعني طالما تحدثت باكستان العديد من الدول الى وعرضت وساطتها فيما يتعلق بالعلاقات الإيرانية السعودية، ولكن للأسف الشديد يعني لم تجد هذه المبادرات يعني طريقها للنجاح، بينما راينا كيف انه الوساطه العراقيه نجحت وعقدت العديد من الجولات من المفاوضات بين ايران والسعوديه. هذا يدل شيء، فانما يدل على النظره الاستراتيجيه والاهميه التي توليها الجمهوريه الاسلاميه للعراق، وتعتقد انه العراق مؤهل للقيام بهذا الدور ومؤهل لكي يستعيد طيب. دوره في المنطقة وفي العالم. الشكر وصلت الفكرة، شكرا لكم الباحث بالشأن الإيراني السيد صالح قزويني، كنت ضيفا كريما عبر سكايب من طهران، شكرا لكم. وكذلك الشكر لعضو تحالف الفتح السيد علي الزبيدي، كنت ضيفا كريما. وشكر موصول لكم رئيس مركز القمة للدراسات السيد حيدر عرب الموسوي. إذن ومشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام. الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر الكناني ينضم لنا بالصوت والصورة مباشرة من بغداد، أهلا بكم سيد ناصر. كذلك ترحيب المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء السيد حيدر مجيد ينضم لنا مباشرة عبر سكايب، أهلا بكم سيد حيدر. ونبدأ معكم دكتور ناصر، الحديث عن قضية المستشفيات والمشاكل وزيارة رئيس الوزراء للاطلاع والوقوف على أبرز المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي والمستشفيات بشكل خاص، هل الخلل دكتور ناصر هو فقط بالمستشفيات؟ شكرا جزيلا وتحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. حقيقة التشخيص كان مهم جدا وفي وقته من قبل دولة رئيس الوزراء في زيارته إلى مستشفى الكاظمية التعليمي. حقيقة المشكلة الكبيرة هي بالتخصيصات إلى وزارة الصحة. أنت تعرف لو تعرف المبالغ اللي تخصص وتقسمها على الفرد أو المواطن الواحد سنويا تعرف 35 دولار فقط لكل مواطن، تخيل يعني 35 دولار. 35 دولار إذا تنزل هسه لأي مستشفى العفو لأي طبيب وتراجعها في وصفة واحدة قد يكون تحتاج الى 100 وشويه دينار، مو 35 لمده سنه. المشكله هي بالتخصيصات وليس لا بالكادر الصحي. ايضا احنا مرات هسه نشوف باقي المحافظات وبالاخص بالاقويه والنواحي في محافظاتنا الطبيب يعاني من مشكله كبيره، لان ادويه ما عنده والمريض اللي يجي يتوقع عن الطبيب وكانما هو كل شيء يقدر يسوي له. مشكلة كبيرة، وده شوف دائما اكو صدام بين الطبيب والمراجع. نعم. تخيل يعني هاي المهنة اللي هي مهنة تعرف مهنة إنسانية، وتيجي والطبيب من ده يشوف هاي الحالة قدامه حقيقة يتألم كثير جدا، لأنه هو ما يقدر يسوي شيء للمريض اللي قدامه بسبب المشكلة الكبيرة اللي هي عدم وجود الأدوية في المستشفيات. ليش يا دكتور ماكو ادويه؟ يعني اكو ميزانيات كبيره صرفت على المستشفيات. لا توجد. انا بدا احكي مستشفيات، بدا احكي ادويه اول مره بعدين نرجع للمستشفيات.
شوف العراق عندنا نمو بشري من عام 2003 لغايه اليوم بحدود 15 الى 16 مليون نسمه. قل لي هل زادت عندنا مستشفيات؟ اكيد لا. انت تعرف يعني النمو من اللي اقول نمو بشري 16 مليون نسمه، اذا يعني معناته انا تريد تقسم 16 مليون طيب ايش كم مستشفى نحتاج؟ اكو الكثير، عدد كبير جدا من المستشفيات التي اكو مشاريع لبناء هذه المستشفيات، لكن ليش هاي المشاريع دكتور هي متلكئه؟ ليش هاي المشاريع ما اكتملت؟ ولا مستشفى خلص من هاي المستشفيات التي يفترض ان تكون كبيره وتساعد على استيعاب هذا العدد الكبير من النسمات اللي ذكرته؟ انا هسه راح احكي لك على يعني مستشفيات اثنين واحنا يوميا نشوفهم. نعم. الاول اللي هو مستشفى العسكري اللي كان تابع للقوة الجوية اللي سميناه حاليا مستشفى الحسين، تخيل هذا من عام 2003 لحد اليوم قد يكون بعده ما اكتمل. المستشفى الاخر اللي هو مستشفى القوة العفو الداخلية اللي بساحة الطيران. نعم. تخيل يعني هذا اللي وضع المستشفى بهذا المكان، وتخيل انت الازدحام اللي حاصل هناك الصبح والظهر واثناء وين السيارات تجي توقف وشلون يفكرون ذولا، ما اعرف شلون يفكرون. والمستشفى متروك من ذاك التاريخ لهذا التاريخ، لا قدروا يغيروه الى موضوع اخر. وتخيل احنا قوات مسلحه ما عندنا مستشفيات لا للجيش ولا للشرطه، وبتاريخ العالم كله مصايره. يعني من يكون مريض او جريح او كذا من احد المنتسبين من الشرطه او الجيش يذهب مع المستشفيات الاهليه الاخرى، العفو الحكوميه الاخرى، مثلا اليرموك او اذا كان بالرصافه للمستشفيات القريبه او الشيخ زايد او تخيل يعني برتبه ضابط عميد او لواء او كذا، يعني تخيل هذا الموضوع اللي بدنا نحكي عليه. كان في زمن الامريكان جندي امريكي ينجرح في اي مكان راسا هليكوبتر طوارئ تجي وتشيله وتوديه وكذا، يعني له قيمه. يعني ما اعرف انا وكانما ما له قيمه المواطن العراقي. من عام 2003 لغايه اليوم ماكو مستجدات جديده لا للمستشفيات. انا طبعا من دلوم، احنا ما دلوم، حكومه السيد السوداني، السودان البارحه اجى، بس ما قبل وين كانوا الاخوان اللي موجودين؟ وهي اهم موضوع، تدري امريكا اكثر نفقاتها على وزاره الدفاع والاكثر من وزاره الدفاع على وزاره الصحه، تخيل. طيب وبالوقت اللي ما عندها الاوبئه ولا عندها المشاكل الصحيه اللي موجوده عندنا، هسه حاليا احنا بالعراق نطيني بيت ما بي مريض، بس بيت واحد يقول لي هذا البيت ما بي مريض. اذا مو طفل، اذا مو شاب، اذا مو طيب. المراه، اذا مو الاب، اذا مو الام، يعني هاي المشكله الكبيره. طيب. اليوم وزاره التخطيط حددت ثلاث اسباب دكتور تقف وراء مشاريع او تلك مشاريع المستشفيات، واشارت الى حل مشاكل 35 مستشفى متلكئه من اصل 52 مشفى، وأشارت إلى حال كذلك أن الشركات التركية وأسترالية فعلا قد استأنفت العمل بالمشاريع في خمس محافظات، لكن إكمال المتلكئ من هذه المشاريع وغير المنجز منها من المستشفيات اللي عددها كبير، هل هو كفيل بالانتقال بالقطاع الصحي وإحداث نقلة نوعية؟ أكيد لا، لأن احنا احتياجنا أكثر من هذا بكثير حقيقة، اكثر من هذا بكثير جدا في مجال. شوف المجال، يعني الاول احنا بدنا نحكي على الادويه. تخيل احنا حاليا الادويه اللي تستوردها كيماديا او الحياه، عندنا ذني مؤسستين تستورد ادويه الى وزاره الصحه. نعم. ايضا ذاك اليوم ظهر بها فساد، بالاضافه الى كل ما موجود بالادويه، الادويه اللي موجوده بالمداخل والصيدليات تدخل العراق بطريقه التهريب، يعني معناته ما عليها. وتتخيل يعني ادويه اذا تدخل بطريقه التهريب بدرجات حراره بالصيف تفوق ال 54 الى 55 درجه، هذه الادويه هل هي صالحه؟ اذا فعلا كانت تم، اتمنى ان تكون فعلا هي من منشا جيد. اكيد هي من تجي تطرحها ماكو لا عليها ليبل ولا عليها كذا، مجرد علبه قد يكون مغيرين فقط العلبه هذا ومغيرين الكود ماله او العفو النفاذ ماله. طيب دكتور، دعنا ايضا نرحب بالمتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه دكتور سيف البدر، ينضم لنا مباشره عبر الهاتف. اهلا بكم دكتور سيف. بدايه نود ان نتحدث عن قضيه المشاريع المتلكئه بالمستشفيات والنظام الصحي بشكل عام في العراق الذي يعاني من الكثير من المشاكل، لكن وزاره التخطيط اعلنت عن وجود يعني فعلا بدأ العمل من شركات أجنبية ب 35 مستشفى، هل فعلا بدأ العمل؟ هل نتوقع قريبا افتتاح هذه المشافي دكتور؟
شكرا جزيلا. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. تحية الجناب المشاهدين الكرام، وأشكر اهتمام فضائلكم الكريمة لهذا الموضوع بالذات. حياك الله. اللي يعتبر من أولويات وزارة الصحة، وأعلن كأولوية للحكومة العراقية ضمن البرنامج الحكومي. هذه المستشفيات معروف بالدارج، يعني مشهورة محليا بمستشفيات التركية والألماني والأسترالي، بعضها من 10 سنوات بدأ العمل بها، لكن لعدة أسباب توقف العمل أو تلكأ أو تأخر، وحدثت اندثارات مع الأسف في بعض المواقع. طبعا أضف إلى ذلك مستشفيات الميتين سرير والميت سرير وغيرها من المشاريع. الآن الحكومة وضعت نام هذه المؤسسات كأولوية لها وأعلنت بشكل رسمي، وهذا انعكس على أرض الواقع. فعلا هناك عمل جاد ومتابع بشكل يومي من قبل السيد وزير الصحة والمعنيين في مركز الوزارة والدوائر الطرفية. قريبا جدا سيكون هناك افتتاحات لأكثر من مؤسسة صحية، منها البصرة، منها ميسان وغيرها، اللي واصلة إلى مراحل متقدمة جدا جدا من إتمام هذه المستشفيات. نعم. وتباعا إن شاء الله سوف تفتتح كلامي عن المستشفيات 400 سرير، وأيضا في نفس الوقت نحن مستمرين بإتمام المستشفيات الأخرى 200 سرير في محافظات مختلفة، في النجف، في الأنبار، في الرصافة، في الكرخ، في غيرها من المكانات، في صلاح الدين وفي كربلاء وفي كركوك وغاصب. أيضا إن شاء الله تباعا تفتتح خلال الأسابيع والأشهر القليلة. طيب دكتور سيف، توقف العمل بهذه المشاريع بهذه المستشفيات قبل يمكن يعني 10 سنين بوقت الدكتور العبادي، توقف العمل بسبب انه ماكو فلوس، لكن فيما بعد توفرت الاموال بشكل كبير. ليش ما استؤنف العمل بهذه المشافي بالاوقات السابقه؟ لا نستطيع ان نحدد سبب يفسر توقف العمل في جميع المؤسسات. غالبا اللي تفضلت به الأزمة المالية ذات الكورونا في 2014، خلت الحكومة أنه أصدرت قرار من المشاريع اللي ما وصلت مستوى معين من التنفيذ تتوقف. لكن هذا ليس السبب الوحيد، هناك بعض الأمور اللي كانت محاسبية متعلقة بحالات للمحاكم العراقية وأوامر بإيقاف العمل من الجهات التفتيشية ومكاتب التفتيشية العامين سابقا. هذا كان ايضا احد الاسباب اللي ادت الى توقف العمل في المستشفى. ولذلك سابقا كان تاسيس للجنه امر ديواني خاصه من عده وزارات لمتابعه هذا الموضوع وتذليل وتسهيل كل العقبات التي تحول دون الجاد او الاستئناف الجاد لاتمام هذه المستشفيات، وهذا اللي كان الحمد لله فتحنا عدد منها، كربلاء وبابل والنجف وبيقار، افتتحت بسهل. صحيح ان التشغيل متفاوت كطاقه تشغيل، وجزء من اتمام هذه المؤسسات هو تشغيلها بطاقتها القصوى. انت تعرف جنابك هذه مؤسسات طيب. حديثه ومتعدده التخصصات وقابله للتوسعه وزياده اعداد الاسره. طيب اذا تسمح لي دكتور سيف أرجون تبقى معنا، نعود مره اخرى لدكتور ناصر. دكتور، العديد من رؤساء الوزراء والحكومات السابقة زاروا مستشفيات، زاروا وزارة الصحة، وقفوا وتحدثوا بمؤتمرات صحفية عن مشاكل النظام الصحي في العراق والمشافي، لكن هل لمستم اهتمام حقيقي من قبل هذه الحكومة لحل مشاكل الصحة في العراق؟ يعني حقيقة الحكومة جادة، الحكومة الحالية جادة بحلول كل المشاكل اللي موجودة، لكن يا ترى يسمحوا لها تشتغل ولا ما يسمحوا لها تشتغل؟ الاخوه اللي موجودين وياهم سياسيين، دائما الحكومه دائما بدايتها تنهض نهضه سريعه وتريد تعمل، وهناك اذا نشوف يبدي التلك بسبب المحاصصه اللي موجوده. وايضا هم اي رئيس وزراء يريد ينجح يضعون له العصب العجله في سبيل حتى مره اخرى لا تتجدد له، وهذا موجوده مرينا بهاي السنوات كلها، الدورات اللي مضت كلها عرفناها. شفنا وظل ما صار عراقي ما يفهم بهذا الموضوع. يعني هي طيب. مشكلتنا بالمحاصصه اللي موجوده. احنا اذا نريد نحكي عن المستشفيات،
اذا في 400 سرير اقل تقدير احنا يرادلنا بحدود 300 الف مستشفى، يا ترى احنا عندنا 300 الف مستشفى؟ يعني غير القوات المسلحه انا ما دا احكي للجيش والشرطه، دا احكي فقط للمواطنين. وطبعا احنا كل ما عندك نمو بشري تحتاج نمو مدارس وتحتاج نمو مستشفيات وسكن ومي وبنى تحتيه، وين اللي ماكو شيء يمشي مع النمو البشري. طيب دعني اعود الى دكتور سيف مره اخرى، دكتور يعني احنا نقدر الجهود والتضحيات المبذوله من قبل وزاره الصحه والكوادر الطبيه والصحيه والتمريضيه، لكن الواقع الصحي في العراق يعاني من الكثير من المشاكل المعروفه. ماذا يحتاج النظام الصحي في العراق؟ مو فقط مستشفيات واكمال هذه المستشفيات اللي كما ذكر دكتور ناصر ربما هي لا تتلائم مع العدد الكبير من نسمات العراق بمختلف المناطق. ماذا يحتاج النظام الصحي دكتور؟ نعم، اعداد المؤسسات الصحيه وهذا معلن بشكل رسمي من وزاره الصحه وبتقارير رسميه انه لا تتناسب مع اعداد السكان الحالي والزيادات السكانيه تقريبا اكثر من مليون كل سنه يزداد الشعب العراقي حسب بيانات وزاره التخطيط، نحتاج الى زياده في اعداد المؤسسات الصحيه المختلفه على مستوياتها الثلاث، يعني مراكز الرعايه الصحيه الاوليه والمستشفيات العامه والمستشفيات التخصصيه. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى نفس هذه المؤسسات تطوير هذه القدرات. يعني احيانا ما يكفي فقط انه تبني هاي المستشفى ال 400 سرير او حتى اذا كانت اكبر اذا ما كان هناك قدره على تشغيلها بالشكل الصحيح. من ناحيه توفير الملاكات المدربه وتجهيزها وادامتها. احيانا انت تفتتح مشروع لكن السؤال انت راح تستطيع انه تقيمه بنفس الفعاليه يشتغل، هذا ايضا تحدي هام. في نفس الوقت اللي نفكر به في زياده اعداد المؤسسات ايضا لابد ان ما ننسى موضوع التثقيف والتوعيه الصحيه، كثير من الامراض يمكن الوقايه من عندها، مثلا حوادث السير اللي فقط في عام 2021 تقريبا 5000 شخص اغلبهم شباب فقدوا حياتهم، معناته اضعاف هذا العدد من الاصابات في حالات يمكن بسهولة جدا الوقاية منها، هذا ضغط على أي نظام صحي في العالم. أيضا موضوع حالات السرطان، أكثر حالات السرطان مع الأسف نكتشفها في مرحلة متأخرة بسبب ضعف جانب الكشف المبكر. أيضا موضوع مثلا داء السكري أو ارتفاع ضغط الدم، كثير من الناس ما يجري الفحوصات الروتينية لاكتشاف هذه الحالات المرضية في مراحلها الأولى، ولما يوصل المرض الى مرحله متقدمه خطيره في ذلك الوقت يراجع المؤسسه الصحيه سواء كانت عامه او خاصه في العيادات. يعني ايضا هناك جانب تثقيفي توعوي اوضح، مثل هو الثلاسيميا. مثلا الثلاسيميا مرض يستنزف الميزانيه الصحيه في حين انه يمكن الوقايه منه تماما ومنعه بخلال التثقيف والتوعيه. اذا في الوقت اللي نفكر بزياده اعداد المؤسسات الصحيه ايضا لازم نفكر في موضوع تفعيل جانب التثقيف والتوعية الصحية، وبالمناسبة هناك مشاريع واعدة مع عدد من وسائل الإعلام منها فضائيتكم الكريمة بالتواصل مع إدارتها، وإن شاء الله قريبا جدا سوف تطلق العديد من البرامج المختصة بالتثقيف والتوعية الصحية من خلال منصة الأيام إن شاء الله. إن شاء الله، الشكر جزيلا لكم. المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر كنت ضيفا كريما، شكرا لكم دكتور. بسؤال أخير لكم دكتور ناصر، السوداني عقد اجتماع مع لجنة لشكلها للوقوف على أسباب هذا التلكع بإنجاز هذه المشاريع والخلل بالمستشفيات والنظام الصحي بشكل عام، ووجه أيضا بعقد اجتماع ثان الأسبوع المقبل ودراسة وشرح تفصيل لكل مشروع وسبل إنجازه بسقف زمني محدد وواضح. هنا دكتور، ما مدى أهمية تحديد سقف زمني من قبل رئيس الحكومة لحل مشكلة صحية أو أي مشكلة أخرى؟ شوف المشكلة يعني كلها تكمن باثنين، الأول الفساد والثانية هي بعدم بقلة التخصيصات. يعني مثلا بدنا نحكي عن وزارة الصحة، قلنا التخصيصات مالتها جدا قليلة اللي لا تتواشك مع أيضا الأمراض اللي موجودة عندنا. الأخ هنا نسى عندنا المشكلة الكبيرة بالبيئة، أيضا عندنا مشكلة، عندنا مشكلة أخرى بالمي. تعرف احنا بس مي شاربين من هذا البطل اللي قاعد التصفية مال هذا بحدود 30 مليار دولار سنوي خلال
2003 لغايه اليوم بالوقت اللي كنا نشرب ماء. اليوم الزخم الكبير اللي حصل بالعاصمه نتيجه عدم تفعيل قانون عفوا القانون الاول اللي هو او سمحوا به اللي كان عند تعداد 57. اليوم اي واحد يجي من اي محافظات يدخل الى بغداد في سبيل يدور العمل. بغداد اللي تستوعب 3 مليون اليوم بها بالضبط 11 مليون نسمه. 11 مليون نسمه تخيل يعني ايش قد يراد لهم بنى تحتيه وايش قد يراد لهم مستشفيات يعني عندنا مشاكل كثيره. نرجع مره اخرى بغداد تستوعب لها 200 الف سياره اليوم بها بالضبط 5 مليون سياره حسب احصائيات المرور. يعني هي المشاكل متراكبه مثل ما يحكي الاخ مو مشكله واحده فقط هي. واضح. الشكر الجزيل لكم دكتور ناصر الكناني الخبير الاقتصادي، كنت ضيفا كريما علينا بالصوت والصوره. شكرا لكم دكتور وشكرا لكم مشاهدينا. الى هنا وصلنا واياكم وضيوفنا الكرام الى ختام حصادنا لهذه الليله، والى اللقاء في حصاد اخر.